مرة تانية برحب بكابتن فتحي نصير. ويمكن قبل الفصل كنت بقول ان كولر اجاد رغم انه في ظروف صعبة، في لعيبة واسماء غابت عن المباراة ممكن تلخبط الحسابات. عبد المنعم كان ورقة اساسية في بداية الموسم، امام عاشور كان ورقة اساسية في بداية الموسم، علي معلول ما فيش شك ورقة اساسية طول العمر. فبالتالي غياب ثلاث اسماء دول ممكن شوية يربك حسابات، وخصوصا المباراة مع فريق ليه وزنه على جميع المستويات، فريق سيمبا فريق محترم الحقيقة واثبت نفسه واثبت جداره في الكره الافريقيه. وممكن كمان يبقى في حسابات شويه متلخبطه بسبب دي الفتره اللي انت متاح ليك انك تحضر لمباراه مهمه خارج الارض زي دي. ولكن اعتقد ان خلينا متفقين كابتن فتحي انه كولر حضر المباراه كويس، قرا سيمبا وذاكر سيمبا كويس قوي، وده اللي بان في الشوط الاول. الى اي مدى من وجهه نظرك احنا اشتغلنا على نقاط الضعف؟ كولر اختار العناصر واختار التكتيك اللي يسمح له انه يقدم شوط اول بهذا المستوى. أولا أحييك أحمد على الموضوع، إن أنت بتقول إن كولر في لعيبة اختارهم بدل التلاتة اللي جم، ولازم نستعرضهم، لأن التلاتة اللي نزلوا ما جوش، الخبرات عنصر الخبرة غير موجود تقريبا في اللي نزلوا بدل، يعني بدل علي معمول. علي معلول علي كريم الدبيس طبعا. طب كريم لسه صغير. وبعدين ده كان نجم المباراه الحقيقه. طب كان واحد من نجوم الماتش. وبعدين بقى عندك امام عاشور في وسط الملعب، ولما نزل كوكا مثلا في الملعب ده برضو صغير. اذا نزلوا يؤدوا لكن ما عندهمش الخبره ان يشيلوا المباراه. احنا اللي ادينا الفرصه لسيمبا في الشوط الثاني مش هم اللي عليوا، احنا هم ما عليوش، هم كده من اول الشوط هم نفس الفرقه اللي بدات المباراه، هم فرقتنا وفرقتهم واحد. بس احنا نازلين بقمه التركيز العالي، قمه التركيز، وده مهم جدا، ثم الالتزام الخططي والنقل والتحرك وكده، وهم كانوا كده. اذا احنا متفوقين. اما تيجي في الشوط الثاني تفقد العنصر ده، تفقد التركيز، تبقى انت فرحان اكتر من اللازم، تبقى انت فاكك، تبقى انت مش ملتزم، تبقى كل ده، هتلاقي نفسك قلت من غير ما تعرف، وتفقد كور من غير ما تعرفها، يخش فيك جول وجونين وزي اللي دخل دولت، حاجات تضحك يعني الجوال دي. فهم ما كانوش كده من الاول، احنا اللي بقينا وحشين، عشان كده هم كويسين. فلابد ان احنا اكيد في المباراه الثانيه هننزل بشكل ثاني، وهننزل المباراه اللي هتلعب هنا يعني يوم الثلاث اكيد ان شاء الله باذن الله، يعني هنشوف الفرقه خدت درس من ده درس لنا، وكويس جدا ان هذا الدرس اتاخد. واحنا رجعنا وجه كهربا تاني بسرعه، راح مثلا تعادلنا، ولو تلاحظ ما جوش وراحوا يفرحوا ويبوسوا والكلام ده. ليه؟ لان احنا الاول فرحنا لما جبنا جول، يعني احنا بنفرح لما نفوز مش نفرح لما نتعادل. يعني معنى ان احنا تعادلنا برضو ما فرحش، لازم اكسب. احساسهم ان احنا اعلى منهم كفرقتنا. ففرقتنا هي اللي نزلت فادتهم الفرصه انها يعملوا اللي هم عملوه ده، ويزيطوا ويهيجوا مع الجمهور. قبل ما اروح للسيناريو ماتش التلات، عايز اقرا معاك الاسماء اللي انت كنت بتتكلم عليها واشوف تقييم كابتن فتحي ليهم. اسماء يمكن كنت بقول، او انا اخترت كريم دبيس عشان يكون نجم ماتش امبارح بصراحه، لانه اتحط في ظروف صعبه وقاسيه. واحد عارف تماما انه بعد 90 دقيقه دول الناس هتقارنه بعلي معلول، فبالتالي في ضغط عليه، بيلعب في نفس المكان مع نجم كبير. اتنين صغير في السن. تلاتة ماتش صعب بره الارض في بدايه بطوله مهمه جدا للجمهور وللنادي الاهلي، هي بطوله الدوري الافريقي. فانه يظهر بالمستوى ده، بشوف انه كريم الحقيقه قدم مباراه كبيره جدا جدا، وامبارح هو ميلاد نجم حقيقي في الجبهه اليسرى للنادي الاهلي. ويضاف له رضا. رضا سليم برضه نفس القصه. يبقى متفقين لان انا اخترت رضا برضه. مش كده؟ صح، انا اخترت رضا برضه. طب ليه اخترنا دول؟ او ليه مستواهم ما قلش؟ لان اللعيبه دي جايه عايزه ما كانتش لسه حطت رجلها في الفرقه. فعايزه تثبت ان هم موجودين وعاوزين يكملوا وعاوزين يمسكوا في المكان. اما باقي اللعيبه لعبوا قبل كده. فحته الاسترخاء ممكن يتسرب لهم. هو ما تسربش للاثنين اللعيبه دول، لان زي ما نقول لسه لعيبه جداد على الفرقه، وبالتالي هم نازلين كل واحد عنده الدوافع بتاعته. تنفيذ اسلوب المدرب، تنفيذ
ما يجب قدام المدرب الملعب ايه؟ ايوه دوافع لنفسه بقى ان انا اعلي نفسي في الملعب وان انا ما اغلطش وان انا لازم اتقدم ولازم اتحرك. فكريم يعني رضا سليم وكريم الاثنين لانهم جداد على المكان، فالجداد دولت ما تسربش لهم حته الثقه العاليه او ما جاتش ناحيتهم، لان ده هم لسه يعني مش غير اللعيبه الكبار يعني غير برستاو غير مثل كهربا قفشه وكهربا وربيعه وياسر كل وشناوي كل دول اتسرب لهم لان دول كبار وجربوا قبل كده، لكن دول ما جربوش، فدول عايزين يمسكوا في المكان. عشان كده لو تلاحظ هما الاثنين اللي مستواهم طول المباراه عالي، وربنا كرم رضا سليم انه برضه سجل هدف. طبعا سجل هدف ايه؟ تاريخي، رغم ان في حته صعبه وفي زاويه صعبه اسهل يعني اصعب من الفرص اللي جت لنا في ليه؟ لان تركيزه عالي. فالكره مش فهلاوه، ركز هتجيب، ركز ازاي تحط الكوره، ركز ازاي انك تشوط، ركز ازاي انك تباص، ركز ازاي تمرر، ركز ازاي انك تهاجم على لعيب، كل ده لكن موجود. لكن انا عايز اسمع تقييمك في كره كريم الدبيس، يعني شايف كورته ازاي؟ شايف الولد ده ايه مساحات التطور؟ انت طبعا يعني قدمت نجوم كتير ودربت نجوم كتير وبتحضر طبعا مديرين فنيين، فاكيد نظرتك في لاعب مختلفه. وايه اللي تنصح بيه كريم في بدايه مشواره؟ انت عارف الحته دي كانت صداع في دماغ الاهلاويه في بدايه الموسم وتردد فيها اسماء كتير، مش عدم ثقه في امكانيات علي، بالعكس علي من اهم لعيبه النادي الاهلي وليه في قلوب الاهلاويه مكانه كبيره جدا، بس الاحساسهم انه علي مستنزف وانه الموسم اللي جاي صعب جدا، علي معلول يلعب في الحته دي لوحده. سمعنا شويه تفكير في شكري، سمعنا في محمد حمدي، كلام اتقال على يحيى عطيه الله بعد نهائي دوري الابطال، الجمهور كان عايز حد يسند مع علي في الحته دي، وده بيتهيألي بيبقى تقل شويه على اي لعيب جاي ورا علي معلول، يعني احساسه انه دايما محطوط في مقارنه، او احساس انه يعني ارجو انها تتفهم صح، الجمهور ما كانش مطمن له قوي في بدايه الموسم، ف ويبتدي بالزبط. يبتدي مع الفريق بالشكل ده اكيد ليك كلام مع كريم. سنه الحياه في التغيير، كل واحد بيبقى خايف من الجديد، يعني كله على قديمه. ايوه واللي تكسب العب على المضمون. يعني مش فالحكايه دي هي اللي خلص. كريم الدبيس مكسب كبير قوي للنادي الاهلي، وهتسمع افتكر الكلام ده، كريم هيبقى له دور في النادي الاهلي في خلال السنوات القادمه، بادائه بمهارته بروحه بامكانياته بهدوءه، لعيب فعلا من لعيبه البرومسنج، اللعيبه المتميزه. اول ما هيخش في الخلاط مع الفرقه هيندمج، وهيبقى فيه صعوبه على باقي اللعيبه اللي بتلعب في المكان ده من قدام، سواء بيرستاو او الشحات او عبد القادر او الناس دي كلها، في المكان ده هيبقى صعب. وهو بيلعبها يمين وشمال ما شاء الله، فده له دور كبير قوي هيبقى في الحته دي. عايز اسمع رايك في الكورتين اللي دخل فيه شباك الاهلي منهم هدفين، شايفهم ازاي؟ لان هم انا ما صدقتهمش بصراحه، يعني شفت اللقطتين بشكل ما استوعبتش، دفاع الاهلي اللي تطور بشكل كبير جدا مع مارسيل كولر، واللي بالكاد كل كام مباراه يدخل فيه هدف يستقبل هدفين في 5 دقائق بالشكل ده، كان بالنسبه لي صعبه جدا. الاثنين اوفرات يعني اوفر اللي هي ضربه ثابته وضربه كروس، والثانيه برضه اللي هو جري. برضه ارجع اقول لك لو هنحلل الهدفين جم ازاي، الكره الثابته عدم تركيز من خط الظهر بدايه من الشناوي المجموعه كلها، مين اللي على الزاويه الضيقه؟ ده جه في الجول في الزاويه الضيقه يعني، ومش داخل يعني، واللاعب ده جاي متحرك، مين ما قابلوش؟ مين ما وقفش جنبه؟ يعني هو لازم حد هنا في المكان ده على الاقل يضايقه، يعني هيتحرك مع الراجل ده لو يشترك معاه بس، ما يعملش معاه حاجه. طيب وفي الزاويه الضيقه برضه مش هقول يعني، الشناوي شال جوال كتير وعمل جوال كتير، بس للاسف احنا الكلام اللي انا قلته في الاول، اول ما يتسرب لك قله التركيز لضمان للفرح اللي انت فيه او لضمان انك انت هتطلع بالمباراه كسبان ما هو كده هتلاقي الوقفه حتى مش يلا بسرعه اقف. طيب لما جه يلعبها الجول الاولاني، لما جه بيلعبها وبيلعبها باكورد عشان تنط عند ال 18 في اول ده في 6 ياردة في نص الجول،
مفيش ولا مدافع هنا مع الراجل ده. طب مفيش ولا مدافع يشيل الكوره، يعني المفروض كمنطقه او كمان كمنطقه او كمان، يعني ايه؟ يعني بنقول المنطقه دي مش عاوزين دماغ راس اي لاعب تلمس الكوره. ايوه، مين اللي كان عليه الدور في الحته دي انه يطلع الكره دي؟ ما راحت له وحطها بدماغه. صحيح. طيب هو لو سابها هتنزل في الارض. مين المسؤول ان الراجل ده، بنقولها بالبلدي كده، ان جوه في القوس ده او حته السكس ياردة دي مفيش كوره باي حال حد يلمسها بدماغه، وبالتالي مفيش كوره تلمس الارض. طب هي دلوقتي لابست دماغ الراجل ده ليه؟ مين اللي كان المفروض يمسك؟ يبقى ده واحد نقطه. النقطه الثانيه، الراجل ده لعبها ليه؟ ليه ما ضغطناش عليه وبيلعبها بظهره؟ ايوه، يعني حاجات كلها بتتسرب تحت بند احنا بنتكلم ده.